لك شو في نادين؟ جيت الشرطة. شو؟ هلأ أخذوا بابا، هو وشوشني وقال لي إنه قلك توقف كل شي وراح. شادي شو يعني وقف كل شي؟ شو صاير شادي؟ لك يخرب بيت قلبك، ليش ما حكيتي هذا الحكي على التليفون؟ يعني شادي كيف بدي أقول لك شرطة وهيك شغلات على التليفون؟ شادي شو في؟ ليش لحتى وقفها؟ العمى، وحتى لو بدي وقفها كيف؟ مشان طوق من داخل البناية. ماشي؟ تفضل. ما حدا بيتحرك إلا بأمر مني، وخلينا نكون جاهزين، مفهوم؟ حاضر. لازم غادر فورا. تأكدوا انه الاربع الباقي انقتلوا. اذا حدا لسه عايش بتبلغوني. بعتوا ورا سيارات الاسعاف فورا. ولا نديلك المستير. انت بعدك كولونيل ولا صرت جنرال؟ خذوه. خلاص. سيادة اللواء شخصيا اخذ قوه وراح يقبض على المستير. يعني الشبكة كلها مسكت؟ حتى إذا بقي منهم حدا فلتان اللي قبضنا عليهم أحياء رح يعترفوا. مقتل أربعة إرهابيين واعتقال ستة آخرين، اثنان منهم جرحى في اشتباك مع وحدات مكافحة الإرهاب في منطقة الجمارك بدمشق. بسلام الله نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه جرى اشتباك مسلح عند الساعة 6:15 من صباح اليوم بين عناصر من وحدات مكافحة الإرهاب ومجموعة إرهابية تضم 10 مسلحين، وذلك أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد الأبنية المهجورة قرب مبنى إدارة الجمارك بدمشق. ونجم عن هذا الاشتباك استشهاد أحد عناصر مكافحة الإرهاب ومقتل 4 من الإرهابيين المسلحين وإلقاء القبض على الآخرين وبينهم 2 من الجرحى.
وقال المصدر إنه قد صودرت من الإرهابيين 10 بنادق أمريكية الصنع مع ذخائرها وذخيرة إضافية لها، بالإضافة إلى عبوات متفجرة مصنعة محليا وأشرطة تسجيل لخطب ومواعظ دينية وأسلحة أخرى. وأضاف المصدر أنه من خلال التحقيقات الأولية الجارية مع الإرهابيين تبين أنهم حتى شهر رمضان الماضي كانوا يتبعون إحدى الطرق الصوفية، ثم التحقوا بجماعة تكفيرية وجرى تأمين السلاح لهم من دولة مجاورة، وذلك للقيام بأعمال تخريبية تستهدف بعض الأهداف الحيوية.